هذا المناني هذا وتم لطيفة تطرابها تلوان من قد تلف بالبهتان فجد المعصن لا عينا لمجسم ومشبه لله بالإنسان والله يصف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومنزل الإسماعي هم يجسمون مذممة ومحمد عن شبههم في معدل وصيان قال الإله محمدا عن شبههم في اللفظ والمعنى وما صدوان نعم هم يجسمون المشبه والمجسم هو مش يشتمونهم وفي الحقيقة إنما يشتمون أنفسهم لأن التشبيه والتجسيم ينطبق عليهم هم لا على أهل السنة كالذين يشتمون مذمما هم لا يشتمون محمد لأن الرسول اسمه محمد ما هو باسمه مذمم فالمذمم في الحقيقة هو العدو الكافر فيرجع الذم عليهم والشتم عليهم هم نعم. والمعنى مراصد وعلي وصيانة الأتباع عن شبه المعاصد للمشبه هكذا الإنسان والسبب مرجعه إليهم منهم أهل لكل ملمة وحرام وكذا المعاصد يلعن اسم مشبه واسم المراصد فيه مرضان هذه كتاب عرام زربت له ولدى المعاصد هن غير بثاني صبوا ذمهم وقبحهم على المشبهة والمجسمة وأهل السنة ما يصبون المشبهة ويسمون موحدين ولله الحمد مثل الذين صبوا ذمهم على مذمم يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمذمم وإنما هو محمد هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يصرف عن حزبه وعن أوليائه يصرف عنهم الذم إلى من نطق به وتفوه به ويرجعه عليه نعم 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 ولئن يذكر قلب كل موظف من غير ثواب ولا استهزام ويرد كل مرض من خذلانه لا تسكن الله لا تسكن الله في الحرمان ويرد كل مرض من خذلانه لا تسكن الله في الحرمان يا فرقة النفس بلا نرى وعرض الله بالجهل والكفران موتوا بغيظكم وربي عالم بتراجع منكم وقبح جلالي اللهم ارض بدينه وكتابه ورسله بالعلم والسلطان والحق رسل لا يضر بحده احد ولو رجع له الثقلان روحي الرحمن من تعقيبكم فالارض يقبل توبه من الناس من تاب منكم فالجلال وطيره او ذاك جهميا فاني رامي الله العافيه انك هو الخير شفه سماها حي بني الله عن طفل نشا في جزيره ليس فيها احد اكتشف بعقله ان الله أن الله رأسه وأن الخالق الواحد وأن الخالق الله وقرر فيها أن الله يستدل عليه بالعام وأن الرسل إنما هو من تقليد ذلك وتثبيت فهل يكون هذا من تقليد العقل؟ لا شك أن الفطرة السليمة تدل على الرب سبحانه وتعالى ولكن إذا تغيرت الفطرة فسدت سوء التربية وسوء الجلسة والمخالطة لكن الفطرة لا تستقل لا تستقل لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل تكمل الفطرة لأجل تكميل الفطرة وتوجيه الفطرة
لا شك أن الله جل وعلا استدل عليه بالفطرة وبالعقول وبالوحي، الأدلة كثيرة على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الفطرة لا تستقل والعقل لا يستقل ولا يكفيان، لا بد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. ولهذا قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقصر الخلق على فطرتهم وعلى عقولهم، لأنه يعلم سبحانه أن هذه الفطر وهذه العقول وإن كانت تعرف الرب سبحانه إلا أنها لا تستقل بذلك ولا تدرك كل الأمور، وإن أدركتها في الجملة فهي لا تدركها على التفصيل. فهذه الكتابة لها شيء من الصحة، ولكن المبالغة في تقديس العقل هذا هو الممنوع. نعم. الله عليكم. قضية الشيء، هل نستطيع أن نرفض الرافضة بالكفر أم لا؟ من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يوصف بالكفر، سواء من الرافضة أو من غيره. الكلام على النواقض، نواقض الإسلام، من كان عنده منها شيء فإنه يوصف بالكفر. نعم. ما معنى قوله وكذلك كبر قوله بكلامنا حتى نفاه وذلك الشبيهان؟ الجهل شبه كلام الله بكلام الخلق، وقال لو وصفنا الله بأنه يتكلم لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، فلذلك نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. تشبيه الخلق ثم تشبيه بالجماد الذي لا يتكلم. نعم. الميت يسأل منكر ولا حينما يسأل في قبره أم عند خروج الروح منه؟ إذا وضع في قبره كما جاء صح في الحديث، إذا وضع في قبره وفرغوا من دفنه وانصرفوا وإنه ليسمع قرع نعاله، يأتيه الملكان، ترد روحه في جسده ويأتيه الملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم. الله عنه. ذكرت حفظكم الله أن هناك بعض من يلتفت إلى الدعاء ويقدم العقل على الأرض، فقال: أنا لا أستعد لأمر عقلي من أجل حديث رواه البخاري. راجع كتب محمد الغزالي وكتب الجرغاوي تجد هذا الكلام فيه، كيف نتعامل مع السنة في القرغاوي وحديث الذباب وما قال فيه، والغزالي كتاب عن السنة هذا في آخر حياته الله المستعان، في شيء من هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاصبر في بيان الصغر التجهم والجد والاستهزاء بالمرور عن جميع اجابات الانبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا الفصل يبين فيه الشيخ رحمه الله ما يترتب على هذه المذاهب الثلاثه الضالة، وهو الجبر والإرجاء والتجهم. الجبر هذا عند القدرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ليس له اختيار،
وأنه يفعل الطاعات والمعاصي بغير اختياره، محرر مجبور على أفعاله، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما يتحرك بحسب القضاء والقدر. فحملوا على القضاء والقدر كل أفعالهم ونسبوها إلى الله جل وعلا وبرأوا أنفسهم منها، قالوا إن الله هو الذي أجبرهم عليها. على هذا ليس عليهم لوم ولا مؤاخذة، وإذا عذبهم عليها فقد عذبهم على ما أجبرهم عليه، بل إن بعضهم يزيد ويقول إنها طاعات، كل أفعالي طاعات، أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات، فيقول إن عصيت أمره فقد أطعت قدره، فهو مطيع على كل حال عندهم، إن عصى الأمر وهو الشرع فهو مطيع للقدر، لم يفعل شيئا لم يرده الله ولم يشأه الله. هذا قول الجبري، وهو كفر واضح، كفر واضح، حيث انهم لم يجعلوا احدا مؤاخذا على افعاله مهما فعل، وهذا لا شك في بطلان هذا الجبر. والارجاء اخبث، الارجاء ايضا هو المذهب الذي يقول إذا اعترف العبد بوجود الله وربوبيته، إذا اعترف بوجود الله وربوبيته فهذا يكفي أنه مؤمن، ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبر والإلحاد ما دام أنه لم يكذب بوجود الله ولم يكذب بربوبية الله ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤمن كامل الإيمان، وأن أفعاله مهما قبحت فإنها لا تضره، بل هي معاصي لكنه مؤمن كامل الإيمان. سموا مرجئة لأنهم أرجوا الأفعال، يعني أخروها عن مسمى الإيمان، وهذا كفر واضح. يعني من سب الله ورسوله وسجد للصنم وفعل ما فعل من أنواع الكفر وداس المصاحف وفعل ما أي ما فعل ما دام أنه يؤمن بالله ورسوله ولا يكذب فإنه مؤمن وأفعاله هذه معاصي فقط، وهذا مذهب خبيث. عندهم الكفر هو التكذيب فقط، والإيمان هو التصديق فقط. وهذا ظهر الآن على بعض ألسنة المتعالمين، ويقودهم بعض المتعالمين الكبار، ويقولون أظهر هذه المقالة الآن، ويقولون الكفر هو التكذيب فقط، وأما الأفعال والأقوال فإنها لا تضر ما دام القلب مصدق، الأفعال والأقوال لا تضر، حتى لو سب الله ورسوله ويضرب عصاوين وسقرا لأنها أساء الأدب، أساء الأدب فقط، إلا هو يؤمن بالله ورسوله في قلبه ليس بمكذب. وهذا مذهب واضح البطلان، وكفر الله والعياذ بالله، وهو مذهب غلاف
المرجئة من الجهمية، لكن لعل هؤلاء المتعالمين ما تفطنوا لهذا الشيء ولا عرفوا مدى خبثه وجهلهم، انهم لم يتعلموا، وانما علمهم عن الاوراق، اخذوا علمهم عن الاوراق ومطالعات الكتب، لم يجلسوا بها في مجالس العلماء ويتعلموا منهج اهل السنه والجماعه يفهموه، انما عكفوا على اوراق يطامعونها ويعلقون ويكتبون ويظنوا انفسهم انهم علماء. هذه مصيبه على الاسلام، ظهور هؤلاء مصيبه على الاسلام بلا شك. هذا هو الارجال ومذهب خبيث. اما التجهم وهو مذهب الجهم بن صفوان الترمذي فهو نفي الاسماء والصفات، تعطيل التوحيد. فهذه الابواب الثلاثه، ابواب التوحيد وابواب الايمان وابواب القدر، هي اصول الدين، هي خرب الدين كله. الجهميه افسدوا العقيده ونفوا الاسماء والصفات، والجبريه افسدوا القضاء والقدر، عقيده القضاء والقدر، والمرجئه افسدوا عقيده الايمان. فإذا تجمعت هذه المذاهب في رجل لم يبقى عنده من الإيمان مثقال حبة خردل. إذا كان جهميا مرجئا جدريا لم يبقى عنده من الإيمان حبة خردل، خرج من الدين بالكلية والعلمية، لأنه ليس عنده توحيد الذي هو أصل الدين، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وليس عنده حقيقة الإيمان الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هم لا يقولون هذا، هم أن الإيمان يكفي فيه التصديق والكفر هو التكذيب، فإن كذب بقلبه فهو كاذب، وإن صدق بقلبه فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من الأفعال الوخيمة والكفريات ونواقض الإسلام، لا يضر ذلك عندهم. ولهذا تعرفون خبث هذه المذاهب، كل واحد منها كفر، فإذا اجتمع الكفر في رجل واحد جهمي جبري مرجي، خلاص انتهى. نعم. ومن كان عنده واحد منها فهو يكفيه الضلال. نعم. فاذكر في بيان اقتراح التجهم والجبر والانجاب وخروج جميع ديانات الانبياء. نعم، جميع ديانات الانبياء من اولهم الى اخره، لانها تنافي الجبر وتنافي الارجاء وتنافي التجهم. ديانات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا بالتوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، وجاءوا بحقيقة الإيمان الذي يخرج من الكفر، جاءوا بهذه الحقائق كلهم متفقون عليها من أولهم إلى آخره. نعم. واسمع وأنصر حديثا كان مكتوما من الأقوال منذ زمان، فأذعته بين الزكريا والنبي فتحا وخوفا ما أرضه بإثمانه. نعم، يقول إنه كان هذا المعنى متقرر في نفسه رحمه الله من زمان، وأن هذه الملاهب إذا تجمعت أخرجت صاحبها من الإيمان، على متقرر عنده من قديم، ولكنه لم يظهره إلا في آخر الأمر بعد البلطية والتي، يعني بعد ما تردد في إظهاره أو عدم إظهاره
إلا أنه من باب النصيحة للخلق أظهره وبينه، وهو والله في غاية التحقيق وغاية البيان رحمه الله. إذا تأملته وجدت أنه قد نصح للمسلمين نصيحة عظيمة وحذرهم من هذه المجاهد الخبيثة الثلاثة التي هي أصل البلاء، الجهل والأرجاء والجهل. إخوة، إخوة في الكفر، بعضها يساعد بعضا. نعم. جيم وجيم ثم جيم معهما تقرون فما أخذ بوجدانه. نعم، جيم جبر، جيم جهمية، جيم إرجاء، هي تجمعت المجاهد الثلاثة الخبيثة. نعم. في هذا الأقوال قاسموا متى تحلل في هذا الأقدام قاسموا متى تحلل تحلل قرة العرفان. قاسم اصطلاح الفلكي يريدون به الحروف والرموز، حروف والرموز التي يكتبونها ويستدلون بها على أحوال الأخلاق والكواكب، ويقولون سيحدث كذا وسيحدث كذا إذا حللوا هذه الطلاسم التي يضعها لهم شياطين الإنس والجن، حروف المقطعة والرموز، هذه هي الطلاسم، ولا يعرفها إلا حذاقهم وشياطينهم. فإذا رأيت التمرين فقارنت جينات بالتدريب ثورا جرائم. إذا رأيت رجلا تجمعت فيه هذه الجينات فهو ثور، ثور من البشر، ثور لأنه ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا عنده، فيصبح يجي الثور في البهائم. بعض السراح يروح بهذا الكلام لأنه هذا اصطلاح فلكي وأن المراد الميزان برج، برج الميزان، هذا في الحقيقة معلم بعيد ومضى الله، ولا يريد هذا، يريد أن هذه إذا تجمعت في رجل فالرجل يعتبر مثل الثور، مثل الثور، بهيمة لا تعي ولا تعقل، الثور معروف والحيوان المعروف. نعم، ما هو بالطور البرج. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجنات بالتدريب ثور الجيران. يعني إذا تجمعت هذه الجينات، هذه المذاهب الثلاثة في رجل، خلع ربقة الإيمان من عنقه. نعم، فصار مثل الثور الذي لا يدري أين يذهب به. نعم. دلت على أن النفوس جميعها جمع فيه النحوس وهو الشرور، النحوس هي الشرور، وأي شر أعظم من الكفر، والكفر المتنوع. نعم. ميزان، ميزان النظم يعني، ما هو ميزان الكلام. نعم. فاحكم بطعن الايمان لمن حصلت له بخلاقه من رزقه ايمان. لانه ما يكون عنده ايمان التوحيد ولا بالقضاء والقدر ولا بالايمان، حقيقه الايمان الذي بعث الله به رسله، إذا تجمعت فيه هذه الملاهب لم يبقى فيه خير قط، وهي تتجمع ببعض الناس، يكون جبريا ويكون مرجئا ويكون جهميا. لا. فمن هذا الأقدار ذنبك كله، هذا الجبر، احمل على الأقدار ذنبك كله، ما لك فيه اختيار ولا مشيئة، أن تفعل شيء ما تريد اختيار معه، إنما أنت مجبر عليه، فلا لوم عليك،
هذا القضاء والقدر ما هو بل. نعم هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعنى وهذا كفر. يعني القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي وإنما يحتج به على المصائب التي ليس للإنسان فيها قدرة واختيار. المصائب التي تنزل عليه ما له فيها قدرة. أما الأفعال التي يفعلها والأقوال التي يقولها فهذه أفعاله وأقواله وأخذ عليها وعاقب عليها لأنه أتاها عن اختيار وعن قدر عن مشيئة وهو يعرف أنها شر ويعرف أنه منهي عنها ويقدر على تركها وهو المؤمن والكافر وهو المصلي والصائم وهو الجاني والشارب وهو كل يسمى بهذه الأسماء. ما يقال القضاء والقدر. قال فلان فلان مؤمن أو فلان كافر فلان عاصي أو فلان مطيع هذا بإجماع الديانات السماوية. هو الذي خلق كل منكم كافر ومنكم مؤمن أسند الإيمان والكفر إلينا فنحن الذي نفعل هذه الأفعال. وأما القضاء والقدر فهو إلى الله جل وعلا ليس لنا فيه فعل ما لنا فيه بحث هذا من أفعال الله جل وعلا وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لكنه مع هذا أمرنا ونهانا وأعطانا القدرة على الفعل والترك وأعطانا المعرفة الطيب من القبيح والخير من الشر أنكرت لنا حزنه وأغنانا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته ما ترك لنا حجة سبحانه وتعالى. نعم فاسمعها بحق ذلك الفقر كله حمد نزولها والجدران كما أن الشخص يضع على الجدران وكذلك مع أفعالك تحملها على القضاء والقدر وأن تصبره أنتم مسؤول عنها هذا عندهم. نعم وارتف بنفسك باب ربك رزقا اذهب فعلا خالق الديان يقول هذه ما هي افعال هذه افعال الله هو الذي خلقها فهي افعاله اي تسند افعالك الى الله جل وعلا هذا كفر والعياذ بالله. نعم بدل ان تتوب وتستغفر تعترف بخطئك بل انك تعذر نفسك وتسند هذه الافعال الى الله وانه هو الذي وانك مطيع لله اذا فعلت الكفر فانت مطيع لانك مطيع للقضاء والقدر والمشيئه عندهم. نعم فلم يسجد فسر الموت جميعا من ارتعاد الشيء بالرجفان. نعم الجبر يعفيك من الذنوب كلها ويجعلك مثل المرتعش بدون اختياره كالشيخ الكبير الذي فيه العشاق ينتعش بدون اختياره انت تفعل هذه الافعال بدون اختيار. هم يقول هذا عاقل هم يقولون هم يقولون. نعم لا فاعل ابدا ولا مرحل كالميت ادرك داخل الافان. ما اختيار ولا قدره مثل الميت المكفل اللي يشيلونها المشيعين ويحملونه وهو ما اختيار ولا يقول لا ما نبراك الى المقبره او يقول يحطون في كذا او يجعلون في كذا أو ما أذهب إلى النار أنا أريد الجنة ما نخطيها الميت ما نخطيها يقبل. كذلك عندهم الإنسان في هذه الحياة هي ما هو محمول مثل الميت يذهب به إلى حيث لا يدري ولا يدري. نعم فالأمر والنبي لبنى توجها فهما تأمر العبد للطيران. أما الأمر والنهي الذي أمر الله به ونهى عنه فهو من المستحيل مثل أمر العبد بالطيران أن يستطيع الإنسان أن يطير بنفسه
ما يستطيع. لو تقول واحد انطر أنت تعمل غير مستحيل. كذلك إذا قلت له صل أو صم أنت تعمل غير مستحيل لأنه ما يستطيع هذا. هذا فعل الله عندهم، أما هو ما له فعل. هل هذا يقوله عاقل طبعا عن مؤمن؟ نعم. وكلام يدفع عن هذه الأرض مصاحب أو تسريها أثرا بلاد كلامي. فالأمر بالطيران لمن لا ليس له استعداد للطيران الإنسان، أو كأن تأمر أعمى لأن ينقط المصاحب أو يشكلها عن اللحم يضع عليها تشكيل علامات النصب والربع والخفض والسكور هو أعمى ما يشوف. كلف دين مستحيل. كذلك إذا أمر الإنسان بالصلاة والصيام وترك الكفر والمعاصي هذا مثل أمر الأعمى فيما لا يستطيعه. هكذا يقول. وإذا يرتفعون بعضهم من غلاتهم إلى أنهم يجعلون كل الأفعال طاعات، لأنهم يقولون خالفنا الأمر فقد وافقنا القضاء والقدر، خالفنا أمره وأطعنا قدره ومشيئه. ولهذا يقول شاعرهم: أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعة. كل فعل من الزنا والنواط وشرب الخمر والسرقة والصلاة والصيام والحج هذه كلها طاعات، لأنه الامتثال لقضاء الله وقد جعله. وإذا ارتفعت درجة أخرى تلقى طاعات بلا عصيان، هذا ضلالهم والعياذ بالله. يقولون نحن لا نخرج عن طاعة الله، إن أعطينا أمره أطعنا قدره، وهذا غاية الكفر. الله جل وعلا أمر ونهى وأوجب على عباده أن يطيعوه، أن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، ووعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب وأعطاه القدرة والاختيار على هذا. الإنسان يحاسب نفسه، يجد أنه قادر على الفعل وقادر على الترك، يعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الطاعة ويعرف المعصية، ما له عذر في هذا، ما له في هذا عذر. هم انهم لا يطردون هذا. لو جاء واحد واخذ ما ببيته من الاموال هي السلطه يقول هذا قضاء وقدر، الا يقوم يخاف مع الرجل ويتقاتل واياه او يشتكيه على السلطه، ما يقول هذا قضاء وقدر وهذا ما هو من فعل هذا السارق، هو مجبر على هذا يخليه يروح. لو يجي واحد يقتل ولده يقول هذا ما هو فعله، هذا مجبر عليه يتركه، ما ابدا ما يعني طبيعه البشر تعدى عليه هذا، يعرف ان هذا مخطئ وانه معتدي وانه ظالم، فلماذا يحكم لنفسه ولا يحكم لغيره؟ نعم. ومطيع الله من على خلق والعياذ بالله بين القضاء والامر، بين الدين، بين القدر والشرع، القدر والشرع، وانهما شيء واحد، من اطاع احدهما فقد اطاع الله تعالى الله عما يقول. بل لا يكون مطيعا لله الا من اطاع شرع وأمره ونهيه. أما القضاء والقدر فهذا من فعل الله جل وعلا، سر من أسرار الله ما لنا فيه دخل ولا نحتج به في أنفسنا. أنت لا تحتج بالقضاء والقدر الفجر، لو
جلست قلت أنا من الطالع أن أطلب الرزق ولا أدور غدا ولا عشاء، أبدا يعجبها تخصص إن كان الله كاتب لي شيء هو يجيب وأنا داعي. هل يقول هذا عاقل؟ يموت جالس فيه لأنه ما فعل الأسباب. الله جعل للأشياء أسبابا، إذا عقلت الأسباب تعقلت المسببات. ما أحد عاقل من الناس يقول هذا القول، يجلس يقول والله أنا ما أنا متزوج ولا أنا طالب نفس ولا أنا بحضر طعام وشراب، أنا بجلس واللي بكاتب من الله يجي يجي. هذا يموت في مكان. بل مهما عاقل في الدنيا يرى هذا الرأي، لأنه يعرف أن لا بد من الأسباب. كذلك الأعمال أسباب للسعادة أو الشقاء، الأعمال التي تصدر من الإنسان هي أسباب، أسباب للسعادة إن كانت أعمالا صالحة، أو أسباب للشقاء إن كانت أعمالا سيئة. أسباب الله أمر باتخاذ الأسباب، والفطر أيضا تأمر باتخاذ الأسباب، فطر السليم. نعم. فالرسل إلى ما قال الجيم الذي يجب للكفر وللبركان. هذه الجيم الأولى، جيم الجبر، عرفتم ما فيها من ضلال وكفر وإلحاد والعياذ بالله. نعم. وكذلك لم يرجع حين تقر بالإيمان بكفران الإيمان. فالإرجاء معناه تأخير الأعمال، أنه ما لها دخل في الإيمان. تعمل إلا ما تعمل، أنت مؤمن ما دام مصدق بوجود الله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مصدق به فأنت مؤمن سواء عملت ولا ما عملت، تدخل الجنة كامل الإيمان. ولكن هذه الأعمال فهذه إنما هي أشياء خارجة عن الإيمان، لا دخل لها بالإيمان. والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو كذب برسالة الرسول عندهم كافر. الكفر عندهم هو التكذيب فقط، والإيمان عندهم هو التصديق فقط، وأما الأعمال فلا تكذب. لو زنى أو سرق أو شرب أو كفر أو سجد للصنم أو ذات المصحف أو سب الله ورسوله، يقولون هذا ما هو كافر حتى يكون مكذبا في قلبه، مجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفر، حتى يكون مكذبا في قلبه. هذا مذهب المرجع وولاة المرجع، وهو كما ذكرت لكم يظهره بعض المتعالمين اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب وقوعهم فيه جهل، لأنهم ما تعلموا أصول الإيمان ولا تعلموا العقيدة وأخذوها عن العلماء، وإنما أخذوها عن أوراق ودفاتر، وبعضهم أخذ عن بعض على جهلهم وعدم معرفتهم بأصول الدين وأصول الإيمان. وهذا خطر، كون الإنسان يتعلم على الكتب، يخرج على الكتب أو يتعلم على الجهال والمتعالمين، هذا النتيجة. والمشكلة أنهم يأثرون على شباب المسلمين، لو شرهم اقتصر عليهم هذا الأمر، لكن المشكلة يأثرون على شباب المسلمين، يظنون هذا حق لأن فلان محدث وفلان فلان يقول هذا القول. نعم. المسألة يعني خطيرة جدا. نعم. وكذلك الرجاء حين تقر بالمعبود تثبت كامل الايمان. هذا الذكر بالمعبود قال كنت مؤمن كامل الايمان لو فعلت ما فعلت من الكفر والمعاصي، هذا ما يعتبر كفر حتى يصدر عن تكذيب في القلب. نعم. اعمل ما شئت ما يضرك ابدا، حتى ولو فعلت ما هو أثنى الكفر، لو ترمي المصاحف في الحشوش، حشوش معروفة حمامات قضايا الحاج، هذا كفر صريح، يقولون لا هذا ما هذا صحيح أنك خطأ، لكن ما يصل إلى الكفر ما دمت أنك مصدق بقلبك، هذا ما هو الكفر. نعم.
فمما قاعدة في النسوس والقلب بالبنك العميقة ويسجد الحسيان. تهدم الكعبة المشرفة ما دام تؤمن بوجود الله وبصدق الرسول. لو هدمت الكعبة المشرفة فأنت في أهل الإيمان الكامل، وهذا يعتبر مخالفة ومعصية فقط، ولا يعتبر عندهم كفرا حتى يصدر عن تكذيب بالقلب. نعم. واقصد إذا ما استطعت كلا واحد، إذا ما استطعت واقصد إذا ما استطعت كلا واحد وتمسكا بالقدس والقلبان. اقتل من شئت من أهل الإيمان ومن العلماء، هذا يعتبر يعني مخالفة فقط، ما دام أنه ما هو طالب عن تكليف وله الكفر. تمسح بالصلبات معبودات النصارى والقصوص وهم رؤساء النصارى، يعني اعتنق دين النصارى ما يضرك هذا، ما دام أنك مؤمن مصدق بقلبك فما يضرك ترى صحة ما عليه النصارى واليهود والمجوس وجميع طوائف الكفار، ما يضرك عندهم. نعم. واذكر جميع المرسلين ومن اتوا من عنده جهرا الى كتمان. تسلم الرسل ما يعتبر هذا كفر عندهم، ما دام تصدق انهم رسل ولو كتمتهم يعتبر هذا سوء ادب ولا ينتظر كفر عندهم. الله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام، كلمة قالوا كفروا بعد الإسلام بالكلمة التي قالوا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب في أبو الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ماذا كفرهم بكلمة قالوها على وجه المزح واللعن، ولا يقول إلا ما يكفرون ما داموا مصدقين بذنوبهم، لهم لا يكفرون ولو قالوا ما قالوا من كلمات الكفر. هذا مذهب الأرجاء وهذه ثمرات خبيثة، إنه لا يكفر أحد على وجه الأرض حتى يكذب بقلبه. إبليس ما هو مكذب في قلبه، يعترف بربوبية الله، قال ربي بما أغويتني، بل فرح نظر اعترف بربوبية الله. هل معناه ان ابليس مؤمن؟ ها؟ يقول هذا احد، هم يقولون هذا مقتضى كلامه ان ابليس مؤمن لانه مؤمن بربوبية الله، قال ربي ربي بما اغويتني. الكفار قريش الذين فعلوا ما فعلوا مع الرسول والرسالة والمؤمنين وناصروا الشرك، الله جل وعلا يقول ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون في قلوبهم لكن فعلوا هذا من باب المكابره والعناد. فرعون كان معترفا به ان الله هو الرب سبحانه، ولكنه تظاهر بجحد الربوبيه لأجل ملكه، وإلا هو يعلم إنه ليس برب وأن الله هو الرب، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هذا كلام موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض. بصائر فرخ فرعون يصدق بوجود الله في قلبه ولكن أفعاله وأقواله كفر، ويقول جل وعلا عن الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الذي حملهم الظلم والعلو، وإلا هم مستيقنون في أنفسهم ما حق، لكن الظلم والعلو حملهم على الجحود. هؤلاء كفرهم الله وهم مصدقون بقلوبهم، والمرجئة يقولون لا، ما داموا مصدقين بقلوبهم فهم مؤمنون ولو فعلوا ولو قالوا ما قالوا. الواجب على طالب العلم أن يعرف هذه الأمور حتى لا يجل ولا يغلط مع الذين غلطوا. نعم.
وإذا رأى لك حجارة تبذل لها فاذكر الأصنام والأوثان. ما يضرك ما دام تؤمن بأن الله هو الرب، تؤمن بربوبية الله وبصدق الرسول بقلبك، حتى لو سجدت للصنم أو ذبحت للقبور. هل يقولون الآن يقولون يدخل القبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بالأموات ويظلمهم كفار، ما دام أنهم يقدمون بقلوبهم بربوبية الله هذه أفعال خطأ لكنها ليست بكفر، لأن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط. أما الذبح للقبر والاستغاثة بالميت وإلى آخره هذه أعمال لا تقتضي تفكيرا، لأنهم في قلوبهم يؤمنون بالله ورسوله، يكفي هذا عندهم. هذا مذهب الأرجح وما يترتب عليه من الضلال والكفر والشر. يظنون الناس ان امر سهل، وما هو امر سهل ابدا، هذه بدرة خبيثة. نعم. وإذا رأيت التجارة تبذل لها فاذكر الأصنام والأوثان وأقر أن الله جل وعلا بهذا الشر، بهذا افعل هذه الأفعال كلها، اهد للكعبة، اقتل أولياء الله، افسد للأصنام، بس بشرط أن تكون مكرم إذا أقرأت خلاص. نعم. فاعلم ان الله جل جلاله هو ربه البارئ للاقوال. اعتبره التوحيد الربوبيه وخلاص، ان الله هو البارئ لهذه الاقوال الخالق، اعتبره بان الله هو الخالق لهذه الاقوال، تكون مؤمن كامل الايمان. وهذه الافعال الشركيه والكفريه والمقالات الالحاديه ما تضرك، ما تضرك ولا تقدح في ايمانك، ممكن انه يقولون مخالفات فقط الادب فقط. نعم. المساله خطيره جدا. نعم. نعم. عندهم نعم، ما هم مذهب الخوارج. نعم. هذا هو شرط الإيمان عندهم، الإقرار بأن الله هو الخالق والرب، والإقرار بالرسول لأنه رسول الله. هذه لا أقرأت بالخالق، كيف لا تعبده؟ كيف لا تتجنب الشرك الذي نهاك عنه؟ إذا أقرأت بالرسول كيف لا تطيعه؟ كيف تخالف أمره؟ يعني مجرد تطبيق فقط بدون قول وبدون عمل وبدون اعتقاد وبدون من يكيبه يعني، هذا مذهب الخبيث. نعم. فتكون حقا مؤمنا والذي حقا مؤمنا، تكون حقا مؤمنا اذا اقرأ بالله ورسوله تكون حقا مؤمنا، ولو فعلت ما فعلت وقلت ما قلت من الكفر والالحاد والشر. نعم. فتكون حقا مؤمنا والذي هدى يدعو عليك وليس في السلطان. ما يدعون هذه الافعال والاقوال مجرد اثم ومجرد مخالفه وليست كفرا. هذا مذهبهم، هذا مذهب المرجئه. جدير بكم ان تعرفوه وان تتقنوا هذا الباب، لانه الان صار له بذره خبيثه. نعم. هذا هو الإنشاء من دولاتهم لكل جديد أخي الشيطان. من دولات المرجئة، المرجئة على أقسام لهم بإقرارهم سواء، المرجئة أربع فرق. ولاة المرجئة هم هؤلاء الجهمية، والطائفة الثانية الأشاعرة اللي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق بلسانه. الطائفة الثالثة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه، النطق باللسان
ولو لم يعتقد بقلبي. فعندهم المنافقون مؤمنون لأنهم ينفقون بألسنتهم، ولو كانوا في قلوبهم منكرين عندهم أنهم مؤمنون. هذا عند الكرامية. أما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخلون الأعمال في حقيقة الإيمان. هذولا أخذ في المرجئة ويسمون بمرجئة الفقهاء، وعليه كثير من الكلام. هذا هو إرجاء الفقهاء، وهو أخذ أنواع في الإرجاء، لكنه شر، لكنه شر وإن كان قبيلا. فاعرفنا دين الذي تتكلم راحه الدين الثانيه التي هي دين الارجاء وما فيه من خبث وضلال. مثل الدين الثالثه دين التجهم التي تتعلق بالتوحيد، وهو نفي الاسماء والصفات عند المرجئه عند الجهميه. واذا نفيت الاسماء والصفات ماذا يبقى من التوحيد؟ يبقى رب مجرد ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال؟ لا، ليس هذا هو التوحيد. فأعرفنا في من يجيب تجهم مرض الكتاب وهذه الأرسام. قل انفق الصفات كلها، العلو والاستواء والنزول والكلام والقدرة والإرادة والمشيئة وكل تنفيذ والرؤية إلى غير ذلك. ما عندهم شيء من الأسماء والصفات، يقولون لأنها لو أثبتت الأسماء والصفات اقتضت التثبيت. تعالى الله عما يقولون. هذا مذهب الجهلية، مثل إلى الجهل في الحضارة. نعم. وليس ترى الاسرار العالم بسراحل منا ولا باعلام. نفي العلو. بل ليس فوق العرش مستمع ولا بطل ولا عدل ولا احسان. بل يمكن الاستواء على العرش، يمكن السمع والبصر والعدل والمشيئه عن الله جل وعلا. لا تصفه باي صفه ولا تسمه باي صفه، هو الذات المجرده أو الذات المطلقة بفرق الإطلاق. هذا عنده. نعم. فليس فوق العرش مأخوذ بالوحي أعلم النبي شيئا من أعلامه. ما فوق العرش بط عنده، لأن الله ليس له مكان، ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا يمنى ولا يمنى، كل أن يكون معلوما تعالى الله. نعم. فليس فوق العرش متكلم بأوامر ونواهي ومراعي. مثل الكلام عن الله، لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجدد هذا الكون. نعم. كلا وتأكلهم في نفسه قاعد أبدا ولا عمل منه تكرار. ولا يقعد إليه ولا يلدي منه شيء، لأنه لو أثبت الصعود إليه وزن من هذا العلو، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. الله ليس في العلو، فهم يبطلون صعود الأعمال إليه، ومن يقعد الخلد الطيب ورافع يا قال الله وعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرافع يقتضي العلو، ينكرون الرافع إلى الله، ينكرون الصعود أن يقصد العلوم، فهم ينهون العلوم ومستلزماته. أنا وحرم العرش منه كبرتنا تحت السراحل العريض الجامد. ليس له مكان ولا يختص به، عندهم العرش الذي هو أعلى المخلوقات مثل الحضيض الذي هو أسفل المخلوقات بالنسبة لله، بالنسبة لله سوى عندهم. تعالى الله عما يقولون. نعم. بل إذن الرحمن عند فريسهم للعقل نسبته إلى البنيان.
نعم. فعليهم أستولى جميعا قدرة أن أقبلهما من ذاته بالدوام. ومعنى استوى على العرش عندهم استولى. استولى على العرش. إذن لا ننزف للعرش لأن الله مستول على كل شيء. كل شيء فالله مستول عليه ومالك له ومدبر له. ولا ننزف حينئذ للعرش على غيره من الجدران والسوق والجبال والأنفه يكون الله مستويا على كل شيء عنده بمعنى مستولي عليها بمعنى مستوليا عليها. نعم. هذا الذي أعقلت به تجهم أسوى بلا كيف ولا بلدان. هذا مناب جميع نفي الأسماء ونفي الصفات جميعا وتعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وبهذا يلزم من هذا نفي وجود الرب سبحانه وتعالى لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات هذا هو المعدوم. أما الموجود فلا بد يكون له أسماء وصفات. ما في شيء موجود في الكون إلا وله شيء من الأسماء والصفات. على الأقل يوصف بأنه موجود وأنه شيء. أما إذا نفي عنه الأسماء والصفات فمعنى أنه معدوم. وهذا هو قصدهم لكن لا يصدقون به. قصدهم الإلحاد. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعبد عدما. يسجدون يصلون يركعون لكن لا يعتقدون أن هناك ربا موصوفا بالأسماء والصفات. معنى أنهم يعبدون عدما غير موجود. والمسجد هو يعبد صنما. المسبب يعبد صنما ولا يعبد الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء ولا يشبهه أحد من خلقه. نعم. فالواحد الذي أعبد هذا الذي أعبد به وجهه من أجر ولا من جهل. يقول إنه أكثر مما ذكرته. حسوا ما تريد من الضلال والكفر. نعم. لكن هذه مجرد أمثلة من ضلال وكفر وفروع ميادهم الباطل. أي دين يبقى مع هذه الأمور مع التجحم والإرجاء والجبر والعياذ بالله ولا الحديث لا التوحيد ولا الإيمان ولا القضاء والقدر. نعم. وأفعال العباد. هذه الإيمان فاجمعنا عند معاصر لأن صار جهميا مرجئا جبريا إذا اجتمعت فإنه خارج من الدين بالكلية. نعم. فقال من اجتمع عند معاصر إيمانها وعليه دين إيمانه. من إيمانه؟ ما عنده شيء من الإيمان. ما بدي عنده شيء من الإيمان. كن كافرا مفسدا. نعم. والمعاصرها جميعا ترتدت مقصومه الا يجد الميزان. اصل البلاء هو الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان على احد مقالته عن اليهود. اخذ مقالته عن اليهود فهو تلميذ لليهود. ومن اليهود واليهود معروفون بالإلحاد والكفر. نعم. وأصل المذهب للجعد بن درهم. الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب عن طالب اليهودي. لكن لما أظهره الجهم وتبناه نسب إليه وإنه في الأصل من جعد بن درهم. وجعد بن درهم هذا هو مؤصل المذهب وهو الذي قتله خالد بن عبد الله الحقري يوم عيد الأضحى ثم صلى العيد خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله وحياكم فإني نضحت للجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يسلم موسى تسليما
ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبح عند المنبر من حاجه وكفره والعياذ بالله. فأثنى أهل السنة على فعل خالد هذا لأنه قتل هذا الإنجيل، لكن مذهبه ورثه الجهم في القسوان ونشره في الناس. نعم. والجهم أيضا قتل، قتله سلم بن أخوه. نعم. كان خلفاء بني أمية عندهم غير شهامة، يقتلون الملاحدة في وقتهم. نعم. تفرقت سنيا قالوا ان الله يجب الثلاثة، فمنهم من هو جهمي فقط، ومنهم من هو مرضي فقط، ومنهم من هو جبري فقط، ومنهم من جمعها كلها صارت متأصلة فيه، وكلها ضلالات وكفر وإلحاد، سواء مجموعها أو جزئياتها. نعم. لكن تقدم لي صوابك قوله بالسهم والسهم والسهم منهم مثل ومستكبر، منهم من أخذها جميعا ورثها جميعا وليس الميراث، ومنهم من ورث بعدها، كلها ضلال. وجدير بطلاب العلم أن يفهموا هذه الأمور من أجل أن يعرفوها ويتجنبوها، ولا يغتروا بمن يزوقها ويملكها ويظهرها على الناس، سواء كان قاصدا او كان جاهلا يحسبها حقا. نعم. والمصيبه الجاهل المتعالم، هذا هو المصيب. اما المتعمد هذا يعرفه الناس، ان المتعمد والملك، لكن المشكل الجاهل المسكين اللي ياخذ هذه الامور ولا يدري روجه عند الله، والناس يثقون به فيقلدون، هذا المصيب. ما أعطينا جارات الحديث الأنبياء باب الرسول وشاهد القرآن. أما أهل الحديث الذين تمسكوا بالحديث فقد نجوا من هذه المذاهب الخبيثة، وهذا مما يؤكد لكم وجود تعلم عقيدة أهل الحديث، وجود تعلم عقيدة أهل الحديث وهم السلف الصالح العلماء الأربعة وتلاميذهم ومن جاء بعدهم ممن اقتفى أثرهم على منهجهم، يتعلمون عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل الحديث، لأن أهل الحديث لا يقولون إلا بما دل عليه الحديث، ولذلك نجوا من الضلال. قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. في الحديث الآخر قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فوجب على طلاب العلم أن يتعلموا عقيدة أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، ويعرفوا أقوال أهل الضلال حتى يتجنبوها ويحذروا منه. حتى ما يكفي من تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، بل أيضا تدرس عقائد المبتدعة وأهل الضلال، تعرف شبههم وضلالهم من أجل تحذيرهم من شرهم، لأنه يعني تكون للعلم وتكون للأمة. فإذا لم تعرف ما هم عليه من الانحراف والضلال فإنك لا تستطيع أن ترد عليهم ولا أن تحذر منهم. نعم. لكن جاء أهل الحديث من أخيار باب الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال ما عليهم بها
حاصل الذي قد قال ما علمهم بما قال الرسول لهم كل انسان. نعم، جمعوا بين الروايه والدرايه، هؤلاء هم الذين جمعوا بين الروايه وهي حفظ النصوص واتقانها من الخطا والكسر، ثم تفقهوا فيها وعرفوا معانيها، هؤلاء هم خلاصه الأمة، وهم فقهاء اهل الحديث الذين جمعوا بين الروايه والدرايه. نعم، فهم الائمه. نعم. وسواهم في الجد والدعوة معا كبر العظيم وكثرة الهذيان. اما سوى اهل الحديث فهم هذه الانصار، اهل دعوة واهل كبر تكبر عن الحق، وايضا هم اهل هذيان كثير عندهم الكلام في التشقيقات، ولكن كل كلامهم ما له حق ولا فائدة لأنه خارج عن الكتاب والسنة، وهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا بدلالة الكتاب والسنة. نحن لسنا بحاجة إلى كثرة الكلام، نحن بحاجة إلى الكلام المصيب ولو كان قليلا، يكون شققات كثر الكلام بدون فهم للنصوص، رجوع الى النصوص وعقيده اهل السنه والجماعه، هذا اكثره يصير ضياع ولا فائده من ورائه. بعض الناس اذا شاف بكثير كلامه وكثير كتاباته، اذا هذا هو العالم بدون انه ينظر هالكلام وهالكتابات وهالمؤلفات هل هي على عصره ولا ما هي على عصر، او مجرد كلام كثير تشقيقات بدون فائده. فهي كل المساله مساله كثره صلاه، المساله مساله بعد كل. ولهذا كان السلف قليل كلامهم كثير علمهم، واما الخلف فبالعكس كثير كلامهم قليل علمهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بشرح لحديث ابي الدرداء، من سلك طريقا يلتمس فيه علم، كذلك في كلامه على حديثه على رسالته في فضل علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، فهو رساله مطبوعه جيده يدل ان السلف غزير علمهم قليل كلامهم، واما من جاء بعدهم فكثير كلامهم قليل علمهم. وسواهم في الجبل والبحر معا كبر العظيم وكثره الهذيان، كثره الهذيان والكلام الكثير، وجل للناس ان هذا علم، هذا كثره الكلام انها علم، كثره الكلام ما تدل على العلم، حتى تكون مؤصله على قواعد صحيحه من الكتاب والسنة. مدعوية لنا نحو الأولاد تفلقي وتفلقي وتفلقي وتفلقي، يريدون طلب المعاني من غير بذل أسبابها، هذه صفتهم، يريدون أن يصلوا إلى المعاني لكن بدون فعل الأسباب الموصلة إليها، طلبوها من غير الطريق الموصل إليها، إنما يصل إلى المعاني من اتخذ طريقها وعمل سبيلها، أن يصل إلى المعاني، أما من رامها ولم يسلك سبيلها وسلك مسالك أخرى فهذا لا يصل إلى شيء، إن يفعل بدون ذلك، هذه طريقة المبتدعة والمخالفين وأهل الضلال. نعم. أخوانا العلا وهذا كثور، هكذا العلا جدا تكون إنسان. العلا هذه سلع نفيسة ما ينالها إلا الجبائل الذين يستحقون، وهم أهل العلم. أما هؤلاء الجبائل الذين ليس معهم نقود وليس معهم أموال ولا معهم إلا حسن، ما يحصلون شيء ولا تجارة ولا سلع،
الأصنام. مثل أن يدخل السوق ويدخل السوق وهو يحكم البيع والشراء ومعه قوت يخرج بهذا. أما الذي يدخل السوق وما معه إلا حسن ولا معه قوت ولا معه شيء فلا يطلع سفرا بعيد. فذلك هؤلاء الذين يدخلون العلم إذا دخلوا دور العلم عن استعداد وعن طلب للحق وعن تتبع للحق خرجوا من العلم والفائدة. أما إذا دخلوه وهم فارغ الأذهان وما معهم إلا حفظ الكلام وشفقة خرجوا بدون ذلك كما دخلوها يخرجون بجهله. دخلوها جهالا وخرجوا جهالا بل إن خروجهم يصير مع غرور. ولهذا يقول الشاعر دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا مغرورا. ويعني الخروج صار أثر من دخول. يوم أدخلون جاهل لكن متواضع عارف أني جاهل لكن لما خرجت منها ظنيت أني صرت عامل. خرجت منها جاهلا مغرورا. نعم هذه ملاهي أهل الكلام. نعم ومدارسهم. نعم فاصبر في جوار الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمرشد عن قول كل منهما. في يوم القيامة لابد من الموقف لما ذكر لكم مذاهب المرجية والجهمية والجبرية ومذهب أهل الحديث قال إن الفريقين سيقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لابد منه. وسيسأل كل فريق عن مذهبه ومعتقده وسيجيب كل فريق بما عنده. ما يستطيع يكذب أو يراوغ أو يمجمل أو يروح هنا وهناك. لازم يجيب بالأمر الواقع الذي هو فيه. فماذا يكون موقف أهل الإلحاد وأهل الشرك وأهل الجهمية وأهل المذاهب الباطلة؟ ما يكون موقفهم أمام رب العالمين؟ هو لا بد حافظ. وماذا يكون موقف أهل السنة والجماعة إذا قالوا لربهم يا ربنا اتبعنا كتابك وسنة نبيك صدقنا كتابك وصدقنا نبيك وعملنا بما أمرتنا؟ ماذا تكون نتيجتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أما أولئك يقولون يا ربنا تبعنا قول فلان وفلان تركنا كتاب السنة وقلنا أن كتاب السنة لا يفيدان اليقين وإنما يفيدان الظن ورحنا وأخذنا قواعد المنطق وعلم الكلام وبنينا عليها عقائد. ما يمكن يجحدون لا بد يقولون هذا أمام رب العالمين. فماذا يكون عاقبتهم؟ الإنسان يحسب موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا تأخذه المكابرة والانتصار للباطل والمذهب وينسى موقفه أمام الله جل وعلا إذا سأله يوم القيامة عن مذهبه وعن قوله وعن عقيدته. نعم الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا هذا ليس بغريب. أهل الضلال دائما يدعون إلى الضلال ويروجون ما ماتوا وأهل الضلال ما ماتوا. بعض الناس يقول الجهمية والمعتزلة ماتوا يقولوا يستغلون كلامهم يردون عليه ما ماتوا موجودين ويدعون بمذاهبهم. فالواجب أننا نتعلم ولا يمكن نعرف هذا الضلال إلا إذا تعلمنا الحق والصواب ومذهب السنة والجماعة حتى نعرف أن ما خالفه فهو ضلال. بدون ذلك لا يمكن.
نعم. أن يتكلم فيها العلماء بكلام طويل فصلوا فيه، فمن حكم بغير ما أنزل الله يعني جاهل ولا يعرف ما أنزل الله، فهذا لا تصح أنه مخالف للعقل، ولكن قد يعذر بالجهل حتى يعرف الحق، لكن لا يجوز أن يقضي بين الناس وجهل. صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وأما من عرف الحق وقضاه فهو في الجنة، وأما من عرف الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما من قضى بجهل ولم يعرف الحق فهو في النار. مسألة خطيرة جدا، فالحكم بغير ما أنزل الله على خطير، الحكم بغير ما أنزل الله على خطير، ما أنت فاهم فيه. فإذا قال إن كل سواء، سواء حكمنا بغير ما أنزل الله أو بأي قوانين، سواء الأمر واضح، أما المقصود فصل النزاع بين الناس، كل سواء القانون أو القرآن، كل هذا ثابت طريق الكفر، نقل من الملة، ما علينا من دولة في هذا القلب، نحكم عليه بكلام، ويقول إن سواء، الحكم بالقانون أو الحكم بالشرع سواء. أهل بفضل الحكم النزاع بين الناس، سواء حكمنا بهذا أو بنقول هذا الكفر أو نكفر من الناس، ولا علينا من ذلك هل يصدق ولا يكذب، نحن نحكم على القول لما هو ما يظهر منه، فالذي يفسد للقضاء أو يدعو غير الله يقول هذا كافر، ولا نروح نبحث عن قلب، ما علينا من ذلك، نحكم على الظواهر، أما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صرح بأن الحكم بغير ما أنزل الله جاي أنا كافر، لا يشك أحد من كفر، كفر المخرج من المسلم، أو قالوا أنهم سواء هذا كافر، كفر المخرج من المسلم بلا شك ولا ريب. نعم. حقيقي لأن أهل السنة يقولون أن الإيمان من الأعمال داخل في حقيقة الإيمان وهي ركن من الإيمان، أما هؤلاء فيقولون لا ليست داخلة وإنما هي شرط خارج، شرط خارج المجهول، يتساهلون في أمور المعاصي والمخالفات، يقولون ما دام منهم شرط في قلبه فهو كامل الإيمان ولا ينقص المعاصي، ما تنقص الإيمان عنده، ففي الفرق بينهم واضح خلاف حقيقي ما هو لفظي كما يقول بعض المعلقين بعض الكتاب. نعم. سلام الله عليك. وما مدى تحديث في القرض أنه خلاف مرضي شيخ الإسلام في كتاب الإيمان؟ هذا غلط، واللي قاله هذا جاب عن عبارة الشيخ، أخذ نولها وترك الباقية، والمصيبة هو مسألة القبض هذه، يجون يخطون أول الكلام أو آخر الكلام أو وسط الكلام، ولا يجون السياق من أوله إلى آخره حتى يتضح، هؤلاء يخطفون كلمات ويقطعونها ويقولون هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، ما قال الشيخ إن الخلاف لفظ أبدا. يرى بعض إن كان ذكره مجرد حكاية عن الذين قالوا هذا ويريد يرد عليها، لكن هذا ما استكمل الكلام، أخذ أوله ولا وقته ولا آخره ترك المال. نعم. الله عليك. يرى بعض طلبة العلم إن قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يرى أن هذه الآية نزلت المنافقين فتكفيرهم ليس بسبب استهزائهم وإنما بسبب الكفر الذي أرضوه، هذا قال علما لذلك،
ما قرأ الآية نفسه قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم ليسوا منافقين، كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، وإنما كفروا بهذه المقالة والعياذ بالله. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا ما قرأ الآية المكتوبة. نعم. السلام عليكم. ما ضرر العلم بالجهل في مسألة تفسير المعية؟ وهل هناك تساؤل في هذه المسألة في وظيفة واحدة؟ أنت ما عليك من مسألة العذر وعدم العذر. أنت عليك أنك تعرف نواقض الإسلام. تعرف نواقض الإسلام. تدرسها وتعرفها. وأما العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذا ما يشتغل فيه. هذا يختلف اختلاف الأحوال والناس. تطبيقات. نعم. ما له قاعدة معينة يعني. يختلف اختلاف الأحوال وال... نعم. السلام عليكم. ما حكم قول القائل استعد لملاقاة الله وتزين لله كما تزين المرأة لزوجها؟ أما استعد للقاء الله هذا صحيح. استعد للقاء الله ما في شك. وأما الكلام الأخير فهو فاسد، كلام فاسد باطل. نعم. لا يقوله إلا جاهل أو مستأثر. نعم. تزينوا لله كما تزين المرأة لزوجها، من يقول هذا الكلام؟ إما مستأثر وإما جاهل. نعم. ما حكم إعطاء ترجمة وتفسير القرآن الكريم للكافر بغرض دعوته من الإسلام؟ الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. الذي يرجع إسلامه يقرأ عليه القرآن ويسمع القرآن، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فإنه يوصل إلى بلده، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة. أبلغه مأمنة، رده إلى المكان الذي جاء منه، إلا إن آمن وأسلم فيبقى مع المسلمين. أما إعطاهم المصحف أو إعطاهم تفسير وهم ما بعد أسلموا هذا لا يجوز، هذا غلط، لأنهم قد يمتهنون هذا الشيء، وأن تكون أنت السبب الذي مكنتهم منه. نعم. السلام عليكم. هل تعتبر صلاة الجماعة إذا لم يصلها في المسجد العرب؟ لا، ما تعتبر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر. أما صلاة المرأة مع زوجها يحصل فيها فضل المتابعة فقط، ولا تصف إلى جانب. ما يجوز أن تصف إلى جانب، بل تكون وراء. هل يغلط في بعض الناس تصف المرأة المحرم إلى جانب؟ هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقف النساء أمام خلف الرجال، تقف النساء خلف الرجال ولا تقف مع الرجال ولو كانوا اثنين رجل وامرأة، لا تقف معه. نعم. السلام عليكم. هل واجب يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟ لا، ليس محرما. نعم. الوالدي يعتبر محرما لبنات أخي لأمي؟ لأنه زوج جدتي يكون محرما له، يكون محرما لهن لأنه زوج جدتهن فهن ربائب له. نعم. السلام عليكم. وهل جدتي من جهة أمي يعتبر محرما لزوجتي؟ لا شك في ذلك. نعم، هو محرم لزوجتي لأنه والد. الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا، يقول جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا ولد صلب سواء من